أهلا بكم في الخط الأخضر. كأنه لا معنى للائتلاف الحاكم في إسرائيل أو للسياسة برمتها فيها إلا القصف والهدم والتدمير. بعد وقف لإطلاق النار في غزة استقال ليبرمان وهدد بنت بالاستقالة وبالتخويف من الحرب، حافظ نتنياهو على ائتلافه وعلى وعد بالتحرك عسكريا عاد بنت إلى الائتلاف الحكومي. السياسة الإسرائيلية، الانقسام في السياسة والإجماع في الحرب، موضوع حلقتنا لهذا اليوم ونناقشه من زاويتين. كيف تم تجاوز أزمة ائتلاف نتنياهو؟ وهل من حرب حقيقية في الأفق؟ لنقاش هذه المواضيع وما تحيل إليه أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، دكتور سليم بريك الباحث والمحاضر في العلوم السياسية، والصحفي هشام نفاع محرر في صحيفة الاتحاد. أهلا بكما. وقبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد التقرير الآتي الذي يبين أبرز التحولات السياسية في الساحة الإسرائيلية. الانقسام للسياسة والإجماع للأمن والحرب، هذا ما أكدته التطورات السياسية الإسرائيلية الأخيرة من استقالة شبه مؤكدة لوزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنت وكتلته الانتخابية، إلى تراجع لاحق عن النية بالاستقالة وتأكيد الرغبة باستمرار العمل ضمن الائتلاف الضيق لحكومة نتنياهو. أما كيف جرى هذا الانقلاب السريع في الموقف بين ليل الأحد وصباح الاثنين، فإن التخويف الذي مارسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في خطابه ليل الأحد يحيل إلى الإجابة، فقد أعلن صراحة أن إسرائيل في حالة حرب مستمرة وأنها ستتحرك عسكريا قريبا لتضرب دون تحديد مكان أو زمان الضربة، مؤكدا أنها ستوقع العديد من الضحايا، كما استعرض تاريخه العسكري وإصراره على استمرار عمل الحكومة، متهما في الوقت ذاته معارضيه وحتى حلفائه بممارسة السياسة ضمن المجال الأمني. خلال خطاب الدقائق التسع هذا غلب نتنياهو صورة بنت من معترض على ما أشاع أنه تقصير أمني إسرائيلي في غزة إلى صورة الهارب من المواجهة العسكرية المقبلة، في مقابل صورة نتنياهو الذي بدأ خطابه بقوله لقد نذرت كل حياتي لأمن إسرائيل، ما أجبر بنت على التراجع بعد وعده بالتحرر من السياسات المتهاونة تجاه حماس خلال الأسابيع المقبلة بحسب ما صرح به في مؤتمره الصحفي. هذا في العلن. أما في السر فالمتداول هو أن نتنياهو أوفد مستشار الأمن القومي مئير بن شابات إلى حبر يهودي على علاقة ببنت، وكشف أمامه معلومات أمنية عن الوضع الأمني الإسرائيلي حدث به إلى التراجع. فهل انكفأت السياسة في إسرائيل لصالح الكواليس والتخويف؟ وهل تكون دماء الغزيين ثمنا لبقاء بنت في حكومة العطاش للدماء والتهجير؟ أهلا بكم مجددا دكتور سليم. كيف قاد، يعني كيف تغير المشهد السياسي في إسرائيل بعد خطاب نتنياهو؟ ماذا حمل هذا الخطاب؟ هذا الخطاب كان خطاب ذكي حقيقة ومركب بشكل دقيق جدا. نتنياهو هو واحد من أفضل السياسيين من ناحية القدرات السياسية الموجودة عنده، فهو وضع حزب البيت اليهودي في خانة نقدر نسميها لوز لوز، يعني أو أن تترك الحكومة وتسقط الحكومة. وهو ذكرهم بإسقاط الحكومة في 99 اللي أتت بحكم باراك، أو أن يستمروا في الحكومة خاضعين لنتنياهو. وفي نهاية المطاف أنا متأكد أنه في هاي الليلة بنت وشاكيد لم يناموا جيدا، وفي الصباح خضعوا نهائيا لنتنياهو ولرغبة نتنياهو. ولكن عمليا الجميع يعرفون بأن الحكومة الإسرائيلية أنهت أيامها وهي تعيش على وقت استمراري فقط وليس كحكومة طبيعية، ونحن موجودين في حملة انتخابات. نعم، وحملة الانتخابات هي التي تفرض كمان على نفتالي بنت ألا يفعل أو يقوم بأدوار التي قد تمس في المصوتين للبيت اليهودي، وهذا ما يقوم به على مضض. نعم، وفي اليمين أيضا. طيب هشام، كان من المتوقع الاثنين صباحا أن يستقيل بنت من الحكومة وأن يعني تكون انتخابات مبكرة، ماذا تغير؟ ماذا حدث؟ وأي ثمن كان من الممكن أن يدفعه بنت لو استقال؟
أنا برأيي أولا يعني منيح نحدد ما هو الدافع الذي يحرك كل الشخوص والعناصر المركبات في هذه الحكومة وهذا الائتلاف الحكومي. أنا برأيي أنه بهاي الفترة الكل يبحث عن أرباحه الخاصة، أرباحه الحزبية الفئوية، وهذا التمسك بالأمن وإعلاء شأن الأمن ورائد الأمن، الكل فجأة هو سيد الأمن في إسرائيل. هذا يعني هذا دليل على انه زي ما حكيت دكتور انه بدينا اللي احنا بدينا معركه الانتخابات، وكالعاده يعني الراي الاقوى هي دائما رايه الامن. الان بنت لما طالب ب ب ب ب ب بحقيبه الامن، انا مش متاكد انه كان فعلا متوقع انه نتنياهو يعطيها هاي الحقيبه، ولكن امام سلوك ليبرمان اللي اراد الظهور انه انا المسؤول وانا الامن وانا الحربج والى اخره، بنت كان بحاجه ل لا 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 فعل موازي، فعل موازي مشابه. ولكن أنا برأيي أنه اللي عمله نتنياهو صور وضع اللي بيلعب على غرائز، بيلعب على ذاكرة موجودة عند مختلف شرائح اليمين، أنه ما هو أو في تخويف من العرب عموما أو في تخويف من اليسار بالانتخابات. أها. فهذا اللي حدث. ماذا عن الحرب في خطاب نتنياهو مثلا؟ هاي مسألة أنا برأيها مسألة شائكة ومركبة. يعني من جهة يمكن القول استخدام نتنياهو هاي اللهجة إنه أنا عارف شو بدي أعمل، عارف ويمتى، وكأنه في مخطط لحرب. ممكن إحنا ننظر لهذا التخويف والتحذير أو التهديد على إنه جزء من ديموغوجية معركة الانتخابات أو خطاب الانتخابات، بس من جهة ثانية يمكن النظر والاستماع لهذا بحذر وقلق وخشية وتحذير أنه فعلا هناك شيء. سنعود إلى هذا الشيء، ولكن دكتور سليم، طيب ماذا دفع، أي ثمن دفع نتنياهو لبنت كي لا يستقيل وكي يحافظ على الائتلاف الحاكم اليوم؟ هذا الغريب أنه نتنياهو لم يدفع أي ثمن لبنت. يعني بنت تسلق على شجرة عالي، وبنت دفع الثمن لكي ينزل عن الشجرة العالي اللي هو تسلق له، لأنه بنت عمليا هدد في سلاح لا يوجد فيه طلقات. ماذا يستطيع أن يفعل نفتالي بنت؟ أولا المطالبة بحقيبة الأمن كانت مطالبة مبالغ فيها، فكر أغلب الشعب الإسرائيلي كان رح يرفضها، مش لأنه نفتالي بنت فقط غير مناسب لأنه يكون وزير دفاع، ولكن لأن الأجندة في البيت اليهودي هي تهويد الجيش. يعني في هنا مصطلح جديد اللي لازم نراقبه بدقة، وهو محاولة سيطرة البيت اليهودي الكبة على الجيش. وبدوا في هذه العملية أحيانا، يعني أول مرة في تاريخ إسرائيل مثلا لم يعين قائد من البيت اليهودي في الجيش، فقامت قيادة البيت اليهودي وطالبت لماذا هذا الرجل الذي هو تابع لنا ليس في 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 منصب قيادي في الجيش، وهذا يقلق الجيش. يجب أن نأخذ هذه النقطة في عين الاعتبار. لذلك الجيش كان سيعارض عمليا بطرق الخاصة أن يكون شخص مثل بنت وزير الدفاع. النقطة الثانية المهمة اللي كمان نتنياهو بيلعب فيها، أنه عمليا إذا أراد رئيس الحكومة تفريغ وزير الدفاع من قدراته، هو يستطيع أن يعمل هذا. يعني ليبرمان كان وزير دفاع عطل عن العمل، نتنياهو يدير الجيش وقائد العام للجيش يدير الجيش، بينما ليبرمان يذهب يجلس في المكتب يتحدث أحيانا وإلى آخره، ولكن الجيش يفعل ما يريد. إذن لماذا استقال ليبرمان؟ استقال أولا أنا أعتقد أنه هذا مبنى شخصية ليبرمان، هو لا يستطيع، يعني في شيء انفنتايل بمبنى شخصيته. هو استقال 8 مرات من مكاتب حكومية. بالفترة 2001 2004 ايضا بانتخابات سابقه من 96 لما كان مدير عام مكتب رئيس الحكومه. القضيه الثانيه انه ليبرمان لاحظ بانه هو لا يستطيع ان يفي بما يعد في الجيش. يعني اوكي بعطي هنيه 48 ساعه، اعطى هنيه 48 ساعه واصبح يعني مهزله في السياسه الاسرائيليه. النقطه الثانيه انه مصوتي ليبرمان لا يريدون وزير دفاع متزن، يريدون وزير دفاع متهور، وهو لا يستطيع ان يكون متهور لان الجيش لا يسمح له بان يكون متهور. ففهم في نهايه المطاف انه لا يقوم بعمل حقيقي في الجيش وترك. ليبرمان لعب لعبه اللي بتذكرني بمثال النسر والافعى. يعني نتنياهو عين ليبرمان وزير دفاع بشكل خاطئ لانه كان مضطر. اولا ليبرمان عنده 6 أعضاء، هذا لا يكفي، وثانيا لا يوجد له أي ريكورد أمني، ومع هذا عينوا نتنياهو لأنه نتنياهو بيعرف أنه بيقدر يفرغ الوزارة من أهميتها.
ليبرمان استغل هذه النقطة لكي يصبح من القيادة الأولى في دولة إسرائيل، وفيما بعد استغل هذه النقطة لكي يضعف نتنياهو. يعني الأجندة في الانتخابات حسب رأي ليبرمان كانت يجب أن تكون نتنياهو ضعيف أمام الفلسطينيين، أنا ليبرمان قوي أمام الفلسطينيين، أنا تركت وزارة الدفاع بهذا السبب. يعني نعم. في براءة معينة أو سذاجة معينة في هذا الموضوع، أنه لا توجد سذاجة نهائيا نهائيا. ليبرمان آخر شخص ممكن تقولي عنه أنه ساذج، وكمان نتنياهو نحن نتحدث يعني مع على نوع من السياسيين المحنكين واللي اوبورتونيستيك بوليتيشن انتهازيين، فلا توجد هنا سهل. ولكن انا بعتقد انه نتنياهو فهم راس ليبرمان، النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان بنت وليبرمان لم يفهموا راس نتنياهو، هم ما زالوا يعاملون نتنياهو الضعيف الذي ممكن ابتزازه كما كان قبل 10 سنوات. اليوم نتنياهو موجود في نقطه مختلفه جدا. يعني هو نقطه اقوى ولا نقطه اضعف؟ نتنياهو اقوى لك. هل اليوم نتنياهو اقوى بعد هذه بعد الخطاب وبعد الحمله العسكريه وبعد استقاله ليبرمان، هل هو اقوى ام اضعف؟ بما أنه نتنياهو أنا برأيي ذهب أو من أبرز الوجوه حتى على مستوى العالم بالسياسة الشعبوية الحديثة هاي، فنتنياهو أقوى. نتنياهو أقوى ليس لأنه يملك بدائل وحلول وبرامج، وإنما لأن شكل سير الانتخابات والسياسة وكل سيرورة السياسة في إسرائيل تتحول إلى مسألة يمكن تحريكها بتحريك الغرائز. يعني بالانتخابات الأخيرة لما حكى العرب عن بهارولو إلى آخره، إنه على إيش اشتغل؟ على عاطفي. بالنهاية نتنياهو حكى مرة جملة، أنا الوحيد الذي يعرف ما هو الدي ان اي عند المجتمع الإسرائيلي. إيش يعني الدي ان اي عند المجتمع الإسرائيلي؟ متلازمة، الخوف والأمن، دائما خوف وأمن وتخويف وأمن، على هذا يجري اللعب. ونتنياهو هنا في هذا الخطاب أتقن الأمر حتى النهاية. ولكن أنا برأيي يجب أن نضيف ملاحظة صغيرة، وهي أن بنت لم يتراجع بقراره. بنت تراجع تحت ضغط القيادة أو الزعامة الدينية الروحية بن قوسين الموجودة بحزبه البيت اليهودي، لأنه هذا الحزب بالنهاية حزب استيطان. أي نوع ضغط؟ يعني أي نوع ضغط؟ كيف ضغط على بنت؟ بنت أنا بتقديري وأيضا بتقدير معلقين آخرين عبريين بإسرائيل، أنه في حال خرج عدد من الحاخامات المحسوبين على البيت اليهودي والمفدال، هو المفدال بالأساس ضد بنت، فبنت سيظهر في حجمه الطبيعي وحجمه متواضع جدا بهذا السياق مقابل هاي الزعامات الروحية والغيبية وإلى آخره. فما حدث هنا إنه بنت وفر على نفسه انكشاف ما هو حجمه، ليس على مستوى السياسة الإسرائيلية العامة، وإنما على مستوى هاي البنية والتركيبة لحزب استيطاني اللي هذا الحزب قيادته تدرك بدون هاي الميزانيات الفاحشة للاستيطان ولمشروعهم التعليمي ولمختلف الجمعيات والأموال المباشرة والالتفافية وغير المباشرة، هذا الحزب في أزمة. هذا الحزب لا يمكن أن يكون معارض. يعني اليوم البيت اليهودي في أزمة حتى أنه لا الآن بنت في أزمة، وليس البيت اليهودي. في حال تغيرت الظروف وفي حال كانت حكومة، لا أريد القول حكومة يسار، حكومة تقرر أنها ستغير شيء في أولويات الميزانية ومشروع الاستيطان يعني ينزل من هذه الأولوية الأولى. اليوم الأولوية الأولى في إسرائيل هي الاستيطان. في حال تغير هذا التدريج، هذا الحزب في أزمة، لأنه حزب استيطان وسمح له البيت اليهودي، هذا اسمه البيت الاستيطاني. نعم، سأعود إلى بنيامين نتنياهو. يعني في السابق استمات نتنياهو يعني ليكون في انتخابات في إسرائيل، اليوم يحاول أن يمنعها قدر المستطاع. لماذا استمات حينها ولماذا اليوم يحاول أن يمنع الانتخابات؟ أوكي، اسمه مندلبليت. قضية التحقيقات. نتنياهو فكر في فترة معينة أنه أفضل له أن تكون انتخابات قبل تقديم لائحة اتهام. وعلى هذا الأساس يتم انتخاب نتنياهو، وبعدين هو بيقول أوكي الناس انتخبتني مع أنه في اتهامات إلي، فهذا بيعني أنه المواطن الإسرائيلي مش معني في التحقيقات وفي كل هذه الأمور. وفكر في هذا الاتجاه، وفعلا اللي وقفوه كانوا بينيت وكحلون. حاليا كحلون صار المهتم في الانتخابات، لأنه كحلون يريد أن يهرب من هاي الحكومة لأنه فيش عنده إنجازات عملية. وكمان شوي راح نكتشف أنه يعني كل ما قامت فيه كولانو كان فارغ. وبنت قام بتهديد لكي يبتز وزارة الدفاع
ولكن بنت لم يكن جاهز لثمن هذا التهديد، وعلى هذا الأساس هو انسحب من هذا الموضوع. ولكن في كمان لاعبين آخرين اللي بخلوا نتنياهو قلق اليوم، ومعني باستمرار الحكومة مع أن ليست حكومة حقيقية. خلينا نفهم يعني بفترة اللي فيها سيكولوجي انتخابات ما فيش قرارات جيدة في الكنيسة، فيش قدرة على تمرير قوانين، يعني في عدة قوانين اليوم اللي يجب أن تمر والائتلاف معني فيها، ولكن هو لا يستطيع أن يمرر إلا إذا كان في إجماع عام في الائتلاف. على سبيل المثال قانون ريغيف لا يوجد إجماع عام عليه، الولاء في الثقافة، الولاء في الثقافة. كمان أيلت شاكيت هي وزيرة عدل ناجحة جدا، ناجحة بالمفهوم السيء طبعا، لأنه هي تقوم بهدم ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية بشكل ذكي جدا، فيش ولا سبب أنه تترك المكتب اليوم. فكل هاي الشغلات بتفوت على عملية التوازن، ولكن نتنياهو يريد كسب الوقت للابتعاد عن شغلتين. أولا للابتعاد عن سبب خروج ليبرمان من الحكومة وقضية غزة. بالمناسبة كمان نتنياهو فيش عنده، مش هو الوحيد اللاعب على جبهة أمام غزة، في كمان مصر اليوم لاعبة، وكمان قطر لاعبة، وكمان الأوروبيين. يعني قضية لم تعد فقط، يعني في اليوم مستوى تنسيق عالي جدا بين نتنياهو والسيسي، تقريبا صداقة. فهو لا يستطيع أن يقوم بأعمال التي تمس بهاي العلاقات مع السيسي أو أن يمس في التنسيق، ولهذا السبب هو موجود في وضع شائك، وهو يريد الابتعاد. يعني الوقت يجب أن يجعل الإلكتورات المصوت الإسرائيلي يبتعد عن غزة. ماذا عن قضايا الفساد المتهم بها نتنياهو؟ أوكي، في ثلاث ملفات على الطريق، الملف الرابع وهذا مقلق لنتنياهو جدا. أولا في على الأقل اثنين من هاي الملفات اللي هي راح تتقدم فيها لوائح اتهام. الملف الثالث ما يسمى الغواصات هو أخطر الملفات. هنا مشكلة نتنياهو ليست المستشار القضائي اللي هو عمليا في جيبة نتنياهو. مشكلة نتنياهو هنا مع بوغي يعلون اللي كان وزير الدفاع عنده، ومع إيهود باراك، ومع بيني جانتس، كل هاي الشخصيات اللي بتعرف حقيقة بالضبط شو صار في ملف الغواصات. ونحن سمعنا أكثر مرة باراك بيتهمه بأنه هو أعطى التصريح لألمانيا أن تبيع الغواصات لمصر. يعني بالكود الإسرائيلي، بالمفاهيم الإسرائيلية، نتنياهو يساعد العرب. يعني هاي من أخطر الاتهامات اللي ممكن توجهها لشخصية معينة، وهاي الشغلة اللي يريد نتنياهو يبتعد عنها بقدر الإمكان. وكمان هاي الشغلة بتهدده للانتخابات القادمة. طيب دعنا نعود أيضا إلى خطاب نتنياهو والذي قال به إن العملية العسكرية المستمرة التي تعيشها في إسرائيل، أي عملية عسكرية يتحدث نحن في غزة، في لبنان، ولا في سوريا؟ هو فعلا لم يكن واضح في هاي المسألة، وأنا برأيي أنه بشكل مقصود لم يكن واضح، لم يريد، يعني لم يريد أن يكون واضحا. هذا إذا أخذنا، هذا إذا اعتبرنا أنه هذا جزء من كلام الانتخابات الديماغوجي. ما حدث في هاي الأزمة الأخيرة من استقالة ليبرمان، لا محاولة بنت التسلق على حقيبة الأمن، لا خطاب نتنياهو اللي بني من لما كان جندي بعمر 18 سنة، روان سيرة حياته، يعني قدم أوتو بيوغرافي أنه أنا كنت جندي ورحت وإجيت وإلى آخره. وقبل كم يوم جريد صحيفته إسرائيل هيوم نشرت عن واحد من مآثره أمام المصريين. فواضح أنه هون في، واضح أنه هون في حملة، في حملة كاملة. ولكن أنا برأيي ما يجب أن نقرأه أنه المقولة بأن هذا الاحتلال ومشروع الاحتلال سيصل نهايته ويصل أزمته لأن القوة العسكرية ستصل نهايتها وبالتالي أزمتها، احنا شفنا تجسيد له بالفترة الأخيرة. يعني ليبرمان الذي صور نفسه على أنه سيكتسح غزة، ومرة حكى بده يكتسح كمان سد أسوان، ظهر أنه لا، للقوة حدود، للقوة حدود. أنا بوافق بسبب العلاقات مع مصر، مع مصر، مع أنظمة عربية، مع أوروبا والآخره، ولكن بسبب وجود شعب فلسطيني لم يرفع رأي بيضاء رغم كل المآسي والكوارث والحصار. كل فلسطيني يعيش حالة احتلال، بغزة يعيشها حصارا، في الضفة جدران وحواجز وإلى آخره، بالشتات لجوءا. ولكن بالنهاية هذا المشروع المبني على القوة العسكرية وعلى البطش، هذا المشروع الاحتلالي له نهايته. نعم. له نهايته. تفكك هاي الحكومة، يعني أنا برأيي من واجبنا أيضا أن نقرأ الصورة من هذا المنظور، مش بس إسرائيليين، إما أيضا فلسطينيين، أن نضع الأمور في الأمر في سياق أوسع. كمان فلسطيني، كمان عربي، كمان إقليم عربي إلى آخره، ودولي أيضا، ودولي. ما حدث هنا أنه الجميع ظهر على حقيقته. لا يمكن بالقوة أن تفعل كل شيء، لا يمكن أن تغير كل شيء. وإرادة شعب
صامد ومناضل ومقاوم بإمكانك تخريب صور وتغيير حكومات أيضا 100%. أنا أثق بهذا. سنكمل النقاش، لكن دعونا أولا أن نشاهد هذا التقرير الذي يعرض أبرز توجهات الرأي العام في إسرائيل. سليم، كيف تقرأ ما ورد في التقرير من توجهات في الرأي العام الإسرائيلي اليوم؟ أنا أقرأ أولا أن الشعب الإسرائيلي فهم نتنياهو جيد جدا. يعني نتنياهو كل ما يحركه عمليا في هذه الفترة هي ليس القضايا الأمنية، ولكن القضايا ما يتعلق في الانتخابات وما يتعلق في التحقيق. ولكن في قضية مهمة جدا لازم ننتبه لها. نتنياهو حكى في الفترة الأخيرة وأشار إلى بن غوريون. عادة زعماء الريفيزيونيست ما بيذكروش بن غوريون بشكل إيجابي إلا في حالات خاصة جدا. أنا أفكر أنه هذا بيتعلق بصفقة القرن. نحن نعرف أنه هذا بيتعلق طبعا بغزة كمان. نحن نعرف أنه اليوم في تنسيق عالي مستوى لإشهار صفقة القرن. أولا في مشادة بين أبو مازن وبين غزة. أبو مازن من ناحية مع الكلوجر، مع الحصار على غزة، ومن ناحية ثانية أبو مازن لا يريد أن تتحول غزة إلى قوة سياسية طبعا بقيادة حماس وغيره. ولكن أبو مازن قلق من شيء آخر مختلف جدا، وهو صفقة القرن. صفقة القرن هي منسقة بين إسرائيل والسعودية ومصر والولايات المتحدة طبعا كوشنر، ولكن صارت في مشكلة صغيرة في مع صفقة القرن، أنه صديقهم MBS ولي العهد السعودي اتضح أنه قاتل داعشي وقام بعمل القذرة مع خاشقجي وغيره. فهي خلطت الأوراق عند ترامب. ترامب يحاول أن ينقذ الموضوع، نحن شايفين لحد اليوم، ولكن كل العملية السياسية في الشرق الأوسط وصلت لوضع ديلي حاليا، لوضع توقيف لفترة معينة لحد ما تتضح الأمور. وهذا بفكر واحد من الألغاز اللي بتحرك نتنياهو. أولا في قضية الانتخابات، نتنياهو يريد أن يذهب إلى الانتخابات مع إنجاز معين، وأنا بعتقد من صفقة القرن أو على الأقل تصريح على صفقة القرن ستكون إنجاز كبير في المجتمع الإسرائيلي. ممكن كمان نوضح ليه. والقضية الثانية أنه نتنياهو لا يستطيع أن يقوم بعمل عسكري ضد غزة حاليا عندما يكون التنسيق لصفقة القرن. يعني صفقة يجب أن تكون غلطة ضد صفقة القرن. نعم، يعني هاي العملية، أولا الجيش الإسرائيلي بيصرح بكل مناسبات بالمناسبة بأنه حتى لو قمنا بحرب في غزة، الحرب في غزة علشان ننتصر لازم نفوت جيش لقلب غزة وليس فقط من الجو. هذا يعني كثير من القتلى الإسرائيلي. ومن ناحية ثانية في نهاية المطاف راح نطلع ونرجع لنفس الوضع اللي كنا فيه، نقطة الصفر. فإذا شو الأهمية؟ ولكن من ناحية ثانية راح نخسر صفقة القرن، لأنه ساعتها راح يكون في ضغط على الأمريكان بنسقة غير مناسبة. ونتنياهو يريد بكل ثمن أن يمتنع عن هذا الموضوع اللي منسق أكثر من سنة ونص مع الأمريكان ومع السعوديين ومع المصريين، فيجب إنقاذه. طب هشام، هل سيصمد ائتلاف نتنياهو يعني مشكل 61 عضو إلى الانتخابات التي من المفروض أن تكون في شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ يعني هو الأمر بتعلق بسلوك حزب ليبرمان بالأساس، وما في حزب هناك، في ليبرمان والمجموعة اللي معه. يعني التقييمات الأخيرة أنه ليبرمان سيكون ملتزم لن يسقط الحكومة، لأنه برأيه المقياس هو مصلحة. ليبرمان إذا إسقاط هاي الحكومة سجل عليه، ونتنياهو واصل العناصر الأساسية من حملته الانتخابية أنه أنتوا راح تجيبوا حكومة يسار، وأنتوا عم تتصرفوا زي بحكومة شمير وزي بحكومة 99. فمش مش مش من مصلحة حزب ليبرمان أو ليبرمان وحزبه يتصرفوا بهذه الطريقة. الآن إذا صار في تطورات لا نعرفها
في كواليس تتعلق بالتحقيقات والفساد، هذا ممكن أن يقود إلى سيناريوهات مختلفة. يعني مش واضحة الصورة. من جهة ثانية يعني الأمر الأخير اللي تم التطرق له، هذا هاي الشفرة، هذا الكود المسمى صفقة القرن، احنا ما بنعرف ايش فيه. يعني في عنوان كبير كلنا متفقين انه سيء يعني، بس ما هي تفاصيله احنا ما بنعرف ماذا يشمل. ويعني في كثير امور من المجريات والسيناريوهات اللي ممكن تصير كلها متعلقه بما يجري خلف الكواليس. يعني حتى اسقاط، حتى تنزيل بنت عن شجرته العاليه، هاي تم وراء الكواليس. انه بعث رئيس مجلس الامن القومي حكم على الحكمات وسكته. فمش نوع السياسه اللي هي بتتم عن جد بشكل اللي انت بتشوف فيه القوى كيف عم تتنازع امامنا. فكمان على المستوى المحلي الداخلي، كمان على المستوى الاوسع اقليمي ودولي الى اخره، كثير في متغيرات. فانا ما بدي اجازف اقول تسقط او لا تسقط متغيرات هذه الحكومه، قد نعرفها الاسابيع المقبله. وال 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 والمفارقه انه اكثر واحد مبين مأزوم نتنياهو، بس غالبيه اوراق القرار بعدها بايد نتنياهو. نعم للاسف. طيب هشام نفع محرر في صحيفه الاتحاد، ودكتور سليم ابريك الباحث والمحاضر في العلوم السياسيه، شكرا لكما. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة أخرى وزاوية أخرى من الخط الأخضر.